اندلعت مواجهات فجر اليوم الثلاثاء بين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله عقب اقتحام القوات البلدة وتفجيرها منزل أحد السكان. واقتحم الجيش الإسرائيلي البلدة بعد منتصف الليل، حيث حاصر منزل فلسطيني يدعى معتز الخواجة كان قد نفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب. وفجرت القوات المنزل قبل أن تندلع مواجهات بينها وبين سكان البلدة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.